أخبار اليوم. واسمحوا لي أن أخص بالذكر من بين الفائزين اثنين زملاء العمر، هما الأستاذ شريف خفاجي رئيس تحرير مجلة أخبار السيارات ومدير التحرير التنفيذي لجريدة الأخبار، الفائز بجائزة الانتماء الصحفي. شريف خفاجي هو أبر أبناء جريدة الأخبار، هو الحارس الباقي بيننا على مدرسة مصطفى وعلي أمين في الصحافة. باختصار أقول أنه لولا شريف خفاجي لما كانت الأخبار هي جريدتنا التي نقرأها بشرف، التي نقرأها بشرف ومتعة وأيضا باحترام. جائزة الانتماء الأستاذ شريف خفاجي للأخبار. أنا أحصل على جائزة فيها أو بتحمل اسم عملاق الصحافة الأستاذ مصطفى أمين والأستاذ علي أمين، ده في حد ذاته تكريم كبير جدا جدا ليا، خاصة يمكن إن أنا يمكن يعني ربنا كان أقول إيه كرمني أو كرمني إن أنا اتدربت تحت إيد الأستاذ مصطفى أمين لفترة خلال سنواته الأخيرة، وبعتبرها يعني من أفضل الفترات ليا في حياتي، واللي أنا تعلمته من الأستاذ مصطفى أمين أعتقد أني ما فيش لا شهادات دكتوراه ولا ماجستير ولا أي حاجة ممكن أن هي تعادلها. أنا بشكر طبعا القائمين على الجائزة أن هم منحوني الشرف العظيم دوت. تقدي الجائزة لمين؟ لأخبار اليوم والأسرة.